هاي، أول لعبة كلمات متقطعة صدرت بجريدة نيويورك وورلد بكانون الأول سنة 1913، وكانت معروفة وقتها باسم وورد كروس، وأعدها الصحافي آرثر وين. منعت باريس الكلمات المتقطعة خلال الحرب العالمية الثانية خوفاً من استعمالهم لتمرير معلومات ورسائل سرية للعدو. أكبر لعبة كلمات متقاطعة دخلت بكتاب جينيس للأرقام القياسية كانت بتضم 91,000 مربع. ارتكز المهندس ألفريد موشر بوتس على الكلمات المتقاطعة لاختراع لعبة سكرابل سنة 1930. تدفع صحيفة نيويورك تايمز $200 لمعدي لعبة الكلمات المتقاطعة بوسط الأسبوع، و$1000 لمعدي لعبة الأحد يلي بتكون أكبر وأصعب. اختلفت الدراسات إذا كانت هاللعبة إلى تأثير مباشر على شباب الدماغ وإبعاد مرض الألزايمر، ولليوم ما في دليل علمي بيأكد هالشي. بس مين قال إنه الكلمات المتقاطعة على الأكيد بتساعد على تحسين الطلاقة وإيجاد الكلمات؟ أنا قال. شوفكم بكرة. We'll be right back.